نقدرش. احنا دورنا كمجلس هو اننا نبدو العديد من المشاريع على الاتصال الشريك. كان عندنا لقاء اليوم مع رئيس المجلس الأعلى للشباب، وهو أول لقاء نظم مع مسؤول هذا المجلس، وهو لقاء كان ثري تبادلنا فيه الآراء. وكان عدة مشاريع لمجلس الشباب اللي هو يعمل في كل ولايات قطر الوطني، ومطلوب منا طلبوا منا باش نكونوا قطاع الاعلام والاتصال يرافق كل المشاريع تاع المجلس الاعلى للشباب، وسيكون بيناتنا بين المجلس وقطاع الاتصال يكون فيه تنسيق لمصلحه الجميع، ولجعل الشباب تاعنا اللي راه واعي لكن نزيد له التوعيه باش يكون في مع الاعلام الوطني، يكون في الصف الاول للدفاع مصلحة البلاد. وجدنا الأذان والقلوب والأبواب مفتوحة من السيد الوزير والسادة إطارات الوزارة. تم الاتفاق على خلق خليني نقول لجنة مشتركة للعمل المستمر على هذه الملفات. تم كذلك الاتفاق على أنه تكون فيه مرافقة من طرف الوزارة على تعزيز ثقافة التواصل السليم لدى الشباب بشكل مستمر، بما يسمح لنا من خليني نقول خلق بيئة أو منظومة بيئية سليمة تجعل الاتصال دائما يصب في الاتجاه السليم الذي يبني الوطن ويبني المواطن ويحقق إن شاء الله الازدهار لبلادنا الجزائر.